السلام عليكم خالتي ومرحبا بكم في باوربوينت ويز ذا بدو. في لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نتعلموا كيفيه انشاء عرض تقديمي من الصفر على مايكروسوفت باوربوينت. وفي هذا لا فيديو راح نشوفوا كيفاش نخيروا لو تام تاع لو فيشي تاعنا، راح نشوفوا ثاني كيفاش نزيدوا نصوص ونزيدوا صور للفيشي تاعنا، راح نشوفوا كيفاش نزيدوا صفحات جديده، راح نشوفوا كيفاش نغيروا الحركه بين كل صوره وصوره، بالاضافه الى خصائص واحد اخرين. تابعوا معنا. اذا كي تفتح الفيشي تاعك باوربوينت راح تقابلك هاد الواجهه. باش نبدا نخدم في الملف تاعي، واش راه يقول لي هنا؟ يقول لي كليكي بوغ اجوتي لا بروميير ديابوزيتيف، معناتها يقول لي كليكي هنايا باش نزيد اول صفحه في العرض التقديمي تاعي. ها اللي كنعبس خطره بلا سوري، دوكا راني دخلت في لو مود تاع لي ديابوزيتيف ولا الصفحات في مايكروسوفت باوربوينت. اذا قلنا اول حاجه نديروها باش نبداو الملف تاعنا هي نخيرو لو تام ولا لو ستيل ولا الشكل تاع العرض التقديمي تاعنا. كما راك تشوف هنايا الشكل راه بيض ما فيه والو، هايلك خلفيه بيضاء وهنا نديرو كتيبه ما كان والو. دوكا انا نقدر نخير من بين الاشكال ولا لي تام اللي كاينين في مايكروسوفت باوربوينت. باش نخير وين راه نروح الفوق كونسيبسيون، هذايا لونغلي كونسيبسيون، هذا نعبزو وهنا يدخل لي قائمه تاع كاع لي تام اللي نقدر نخيرهم بالنسبه لهذا العرض التقديمي. ها ليك نعبز هذه الفليشه الصغيره هذه هكذا ونخير اي نوع من العروض اللي حبيتو. ها ليك هادو كامل نقدر نخيرهم، نخير باغ اكزومبل هذا ولا ما عجبنيش باغ اكزومبل نقدر نعاود نروح لا فلاش هذه نخير واحد اخر باغ اكزومبل نخليو هذا النموذج هذا تاع العرض التقديمي. وثاني كي نخير ان تام نقدر نبدل له اللون تاعو. تلقى هنايا هاد لابارتي هذه تاع فاريونت، قبل كنا في تام كنا في هاد لابارتي تام هذه اللي هنايا، دوكا نقدر نبدلو اللون تاع هاد لو تام في لابارتي هذه في الجزء هذا اللي مكتوب فيه فاريونت. هادو ما كامل سي دي فاريونت. ها ليك وين كاين كولور هنايا تقدر تبدل تخير اي لون حبيت. هادو ما كامل الوان تابعين لنفس لو تام هذاك اللي خيرتو. ولا نقدر نخير من هاد القائمه، هاوليك باغ اكزومبل هذايا اورانج نخير مثلا هذا ونخدم عليه. والمرحله التاليه من العرض التقديمي تاعي هي انه لازم نعطي عنوان لهذا العرض التقديمي. مثلا راح نديرو عرض تقديمي على البرامج تاع مايكروسوفت، نديرو عرض تقديمي على الوورد والاكسل والباوربوينت. انا واش نكتب هنا؟ نروح لهنا يقول لي كليكي بوغ اجوتي ان تيتغ، نكليكي لهنايا ونكتب برامج مايكروسوفت. عليك وهنايا عندي نفس لي زوبسيون اللي شفناهم في مايكروسوفت وورد. قال عندي ان تكست، عندي نفس لي زوبسيون تاع التكست اللي شفناهم في مايكروسوفت وورد. عليك نسيليكسيون لي تكست تاعي، نروح لونغلي اكوي هنايا الفوق، نقدر هنا نبدل نوع الخط. عليك اكتب بالخط اللي حبيت، هاوليك ندير هذا مثلا، ندير هذا نوع الخط. نقدر هنا نبدل حجم الخط، هاوليك نزيد في حجم الخط مثلا نكتب هذه 72. نقدر هنا نبدل لالينيومون، نحط لو تكست تاعي هنايا سونطري نحطوه في الوسط باغ اكزومبل هكذا. نقدر هنايا نكتب بالخط العريض ولا الخط العادي، نقدر نكتب بالخط المائل ولا نقدر نكتب بالخط هنايا اللي تحته سطر، ولا هنايا خط شغل طروادي. هاليك شغل طروادي ديمونسيون عنده ظل هكذايا موراه، هذا شباب نقدر نستعمله ثاني. نقدر هنا ثاني نبدل لون الخط، هاوليك هادو كامل الوان خطوط نقدر نستعملهم. اسنا نخيرو كش واحد، نخيرو هذا مثلا. اذا كيما راك تشوف عندي نفس العناصر اللي عندي في مايكروسوفت وورد ومايكروسوفت اكسل. يعني اللي تبع الدروس تاعنا تاع وورد ويز عبدو واكسل ويز عبدو راح يجو هاد الحوايج ساهلين تاع كيفاش يبدل حجم الخط ولون الخط الى اخره. لتحت يقول لي كليكي بوغ اجوتي ان سو تيتغ، اذا كان عندي عنوان فرعي تحت هذا العنوان تاع برنامج مايكروسوفت نقدر نزيدو. ندير لو كورسور تاعي هنايا باش نكتب من اليمين الى اليسار، هايليك دو دروات ا غوش، ونكتب الوورد فاصلة الإكسل فاصلة الباوربوينت. هذا مثال فقط. هاي نسيليكسيوني كلش، سونطري لو تكست تاعي، نبدل لون الخط نديرو مثلا بالأبيض، نديرو غراو، نزيد له شوية في حجم الخط. هاي برامج مايكروسوفت الوورد الإكسل الباوربوينت. وكي نحب نزيد نص واحد اخر، باسكو شوف كي بديت انا الملف تاعي عطاني غير زوج بلايص نكتب فيهم، عطاني وين نكتب العنوان الرئيسي وعطاني وين نكتب العنوان الثانوي ولا الفرعي. انا دوكا لو كان حاب نزيد نكتب حاجه واحده اخرى، وين نروح؟ نروح لهنا لونجلي انسيرسيون، هذايا راني في لونجلي انسيرسيون الفوق، نخير هذه زون دو تكست، هذه ثاني كنا شفناها في مايكروسوفت وورد. هذيك خيرت زون دو تكست ونكتب ولا نرسم لا زون تاعي اللي راح نكتب فيها هكذايا. رسمت دوكا مربع اللي راح نكتب فيه نص، نروح لهنا لورينتاسيون، راني في لونجلي اكاي لورينتاسيون، نديرها من اليمين الى اليسار، نكتب هنايا عرض تقديمي بعنوان هكذا. هاي لكن نبدل نديرو سونطري
بدل لون الخط، ديرو ابيض، ديرو غرا، نزيد شويه حجم الخط. هادي عندي بلاصيها، هادي تاني نقدر ندير بلاصيها، نطلعها شويه الفوق باش تجي في الوسط، وهادي نطلعها تاني. هاليك عرض تقديمي بعنوان برامج مايكروسوفت. دوكا راني بديت اول خطوه في العرض تاعي تاع مايكروسوفت باوربوينت، اللي هو صفحه البدايه ولا صفحه العنوان. دوكا عندي صفحه البدايه، ودوكا حبيت نزيد صفحه جديده للعرض التقديمي هذا تاعي. وين نروح؟ نروح لهنا، يعني في لونجلي اكي توجور، نروح لهادي نوفال ديابوزيتيف. هذه نعبز هذا الجزء السفلي هذا من القفله هذيا هاوليك. ودوكا يقول لي خير من هذه مجموعه الاشكال تاع الصفحات اللي نقدر نزيدهم تحت هذه الصفحه. هذو كامل اشكال نقدر نخيرهم. باغ اكزومبل نخير هذيا هكذا، راح تخرج لي كيما خيرت. هاليك نروح نوفا ديابوزيتيف، نخير هذه مثلا فيها اون بارتي اورانج منها على اليسار. هاليك غير نخيرها راح تخرج لي نفس لو ستيل اللي خيرته انا الفوق. اذا هادو هما كامل اللي تشوف فيهم هنايا انواع تاع لي ستيل تاع الصفحات اللي تقدر تزيدهم في مايكروسوفت باوربوينت. كيما دوك انا خيرت صفحتين اللي هما هذه وهذه. باش ننتقل عبر صفحات مايكروسوفت باوربوينت، نقدر سيليكسيوني صفحه واحده. هاليك انا مسيليكسيوني هذه الصفحه، نعبز الفليشه اللي تحبط لتحت في الكلافي. هكذا راني ننتقل. هاليك انا حبطت لتحت، نحب نولي الصفحه اللي كنت فيها نطلع الفوق. هاليك نطلع الفوق، ولا تو سامبلومون بكل بساطه نخيرهم من الجزء هذايا الايسر تاع الصفحه تاعي. هنايا عندي كاع الصفحات اللي عندي في مايكروسوفت باوربوينت راهم يبانو هنايا كامل صح. دوكا نروح للصفحه الثانيه هذه، نعمروها نكتبوا فيها برنامج العرض. هاليك نكتبوا هنا الفوق برنامج العرض، هذه نحطوها من اليمين لليسار. هايا نزيدوا شويه حجم الخط. اوكي برنامج العرض. برنامج العرض حنا واش قلنا؟ مثلا نشوفوا ثلاث نقاط، نشوفوا الوورد الاكسل باوربوينت كالعاده. ها نروح للانسيرسيون هي مقبله، ندير هذه زون دو تكست. هذه نورمالمون كون شايفين عليها زون دو تكست، هذه راني عبزتها ديسيني لا زون تاعي اللي حبيت نكتب فيها. نروح لورينتاسيون تاع التكست وراها هاي لك، نديرها من اليمين لليسار هكذا، ونبدا نكتب مثلا مايكروسوفت وورد. هادو العناصر تاع العرض اللي راح نديرو. نكتب تاني مايكروسوفت اكسل، نزيد نكتب مايكروسوفت باور بوينت. بالنسبه للباور بوينت كاين الناس ينطقوها باور بوينت، الوغ كو في اللغه الانجليزيه مكتوبه بوينت يعني نقطه، ينطقوها بوينت يعني مايكروسوفت باور بوينت، ينطقوها مايكروسوفت باور بوينت ماشي مايكروسوفت باور بوينت. هذه باك بين قوسين. خلاص درنا البرنامج تاعنا، عندي الوورد وعندي الاكسل عندي الباور بوينت، نسيليكسيونيهم كامل هكذايا. نروح الفوق حبيت نديرهم قائمه، هاليك 1 2 3. هذه كنا شفناها تاني في الدرس تاع القوائم النقطيه والقوائم المرقمه في مايكروسوفت وورد. اللي ما شافش لا فيديو يقدر يلقاها في لاشين تاعي. نروح لونجلي اكوي، هاني مسيليكسيونيهم كامل هم لك بين ثلاثه. نروح لونجلي اكوي، نروح لهنايا لابارتي هذه تاع باراغراف، نروح وين كاين هنايا نيميروطاسيون هذه، ونخير نوع القائمه النقطيه اللي حبيت نافيشيها. مثلا نخير هذه 1 2 3، نخيروا وحده فيهم، نخيروا هذه مثلا هايك 1 2 3. نزيد في حجم الخط هنايا، نعبز هذه الفليشه هذه الكبيره هايك اوغمونتي لا طاي دو بوليس، نعبزها نزيد في حجم النص. ومن بعد نحب نزيد نخلي مسافه اكبر بين السطور، نروح لهنايا هاد لابارتي هذه انترلين، راني في الجروب هذا تاع باراغراف انترلين هذه، ونزيد في المسافه مثلا نديرها 1.5. هاي لك برنامج العرض عندي، اولا مايكروسوفت وورد، ثانيا مايكروسوفت اكسل، ثالثا مايكروسوفت باوربوينت. دوك راني اكتشوف راني نافونسي في لابريزونطاسيون تاعي، كتبت العنوان تاعها، كتبت البرنامج تاعها. دوك انا نطاكيهم عنصر بعنصر، نطاكيو العنصر الاول مايكروسوفت وورد. هاي لك نروح لهنايا، قال لي هنايا نحط لو تيتر تاعي، هاي لك نكتب مايكروسوفت وورد هكذا، نزيدو شويه في حجم النص هكذا، نكتبو بالكرا. ودوكا في هذا الجزء هذا راح نزيدو تعريف تاع مايكروسوفت وورد اللي كنت جبتو انا من موقع ويكيبيديا، وجدتو في ملف تاع مايكروسوفت وورد. هاوليك الملف تاع مايكروسوفت وورد، دوكا راني في الوورد هذا، وجدت فيه كامل المعلومات اللي حبيت نحطهم في الباوربوينت. وبين قوسين كاين طريقه بزاف شابه هذه اللي نستعمل فيها دوكا، هي قبل ما دير اون بريزونطاسيون ولا عرض تقديمي تاع مايكروسوفت باوربوينت، اجمع كاع المعلومات اللي تخدم بهم حطهم في ملف وورد. اخدم في الوورد هاليك، وجدهم سقمهم كامل طريطريبيا، ما دوش تولي دير تولي تكوبي تكولي، خاطرش الوورد هو اسهل من ناحيه معالجه النصوص ولا لاسيزي ولا كي تجمع المعلومات. يعني من الاسهل المعلومات تاعك تخدم عليهم في الوورد، كي تصفيهم كامل تولي دير كوبي كولي من الوورد الباوربوينت. هاوليك بايزوف نحكم هذا التعريف تاع الوورد، اني كوبيتو هاليك كليك دروا كوبي، نروح لميكروسوفت باوربوينت تاعي ونكولي هنايا هاليك كولي. اوكي نعاود نسيليكسيونيه،
نديرو من اليمين لليسار، نقدر نديرو هنايا جوستيفي هنايا الفوق، هايلك جوستيفي هذا باش يخرج باب، نديرو كرا نزيدو شويه الخيال، هايلك مايكروسوفت وورد هذا ثاني نزيدو له شويه الخيال باش يخرج باب. اوكي اذا هنايا عندي العنوان، عندي تعريف تاع مايكروسوفت وورد. هنا مثلا حبيت نزيد صوره تاع مايكروسوفت وورد، منين نجيب هذه الصوره؟ نقدر نجيبها من الانترنت، هايلك راني هنا يعني موجدها ديجا، حوست عليها، هايلك اللوغو تاع مايكروسوفت وورد جبته من جوجل، ندير له كليك دروا، ندير له كوبي ليماج هكذايا، كوبي ليماج، نروح للملف تاعي باوربوينت، ندير كونترول في ولا كولي هذه الفوق، هايلك كولي، كي ندير كولي يتكولا للوغو تاع مايكروسوفت وورد، نعاود نقص له شويه في الحجم تاعو، هايلك نصغره شويه، هكذا، نزيدو نقصو له شويه، و سي بون. هاد الكتيبه هادي نقدر نحيها، هاد لا زون هادي نسوبريميها نسيليكسيونيها، ندير القفله اللي تمحي في الكلافي، هايك هكذا راني محيتها. دوك هكذا راني خدمت الصفحه الثالثه تاعي في مايكروسوفت باوربوينت في هاد العرض التقديمي اللي نخدم فيه اللي فيها تعريف تاع مايكروسوفت وورد. واش عندي دوك العنصر التالي هو مايكروسوفت اكسل، نخدم بنفس الطريقه، نقدر نروح لهنا راني في لونجلي اكوي نوفال ديابوزيتيف، نخير هادي نفس النموذج، هايك خرج لي تحتها، واش نكتب هنايا؟ نكتب مايكروسوفت اكسل هكذا، نسينا شويه رابيد خطاش هادو ما درناهم من قبل، نكبروا شويه حجم الخط، نديرو هكذا، نروح للفيشي وورد تاعي، نروح وين كاين اكسل نكوبيه نكوليه هنايا، نزيد نسقمو هكذا 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 هكذا. اوكي كيف هادي نسوبريميها محتاجهاش، نريكوبيري التصويره هذيك، كوبي ليماج نروح لهنا كونترول في كوليت ليماج تاعي، هكذا عندي دوكا الصفحة الرابعة في العرض التقديمي تاعي اللي فيها مايكروسوفت اكسل. دوكا نفس الشيء بالنسبة لمايكروسوفت باوربوينت، نقدر نروح لهنا نوفال ديابوزيتيف، نخير هادي كما من قبل، نكتب مايكروسوفت باوربوينت. اوكي اوكي جيبو التعريف تاعو من هنا، كوبي كولي هكذا هكذا، كيف نريكوبيري الصورة تاعي من هنا باوربوينت، هايليك كوبي ليماج. اوكي هادي نسوبريميها ما نسحقهاش، نكولي التصويرة هنايا ونسكموها. اذا كما راكم تشوفوا خاوتي دوكا رانا خدمنا خمس صفحات في العرض التقديمي تاعنا، نعاود نشوفوهم بالوحده. عندنا دوكا هذه الصفحه الاولى فيها العنوان تاع هذا العرض التقديمي، الصفحه الثانيه فيها البرنامج تاع العرض التقديمي، الثالثه عندنا فيها مايكروسوفت وورد، الرابعه مايكروسوفت اكسل، والخامسه عندنا فيها مايكروسوفت باوربوينت. ودوكا باش نشوف العرض التقديمي تاعي اون ديابوراما، يعني بنفس الطريقه اللي نشوفوا بها كي نخدم بالداتا شو، وين راه؟ نروح لونجلي هذا ديابوراما الفوق، يعني في لونجلي ديابوراما، ندير هادي ابارتيغ دو ديبي، هادي غير نديرها راح تشوف بلي العرض تاعي راح يولي بلان ايكرون، هاوليك رانا او مود بلان ايكرون، الشاشة كامل راهي معمرة بالعرض تاعي. دوكا واش ندير؟ نقدر نعبز خطرة بلا سوري ولا نعبز الفلاش هادوك اللي في الكلافي لتحتها باش ننتقل من صفحة إلى صفحة واحدة أخرى، هاليك مثلا نعبز الفلاشة اللي تدير لا دروات، هاليك راني انتقلت للصفحة الثانية، نزيد نعبز الفلاشة هاديك مرة واحدة أخرى، نروح الصفحة الثالثة، الصفحة الرابعة، والصفحة الخامسة، وهي رايحة حتى يخلص العرض تاعي. هكذا نعاود ندير ايشاب في الكلافي، غير نكليكي على ايشاب القفله تلقاوها الفوق كاع اغوش، غير نعبز ايشاب نخرج من مود ديابوراما هذاك تاع العرض التقديمي تاعي. اذا واش درنا؟ رحنا لونجلي ديابوراما عبزنا هذه ابارتير دو ديبي، هذه ابارتير دو ديبي راح يبدا لي العرض من الصفحه الاولى، هاوليك نعبز ايشاب نعاود نخرج، ولو كان نعبز مثلا هذه القفله ابارتير دو لا ديابوزيتيف اكطوال راح يبدا لي العرض التقديمي ابتداء من هذه الصفحه هذه تاع اكسل. هاوليك ندير هذه مثلا ابارتي دو لا ديابوزيتيف اكطوال، راح يبدا لي مباشره من الصفحه اللي فيها اكسل، وندني نقدر ندني لا دروات ولا ندني لا غوش باش نرجع للور، هذه ثاني خاصيه مهمه، ولا نحبط لتحت ونطلع الفوق باش نرجع للور. اذا خاوتي دوكا كيما راكم تلاحظوا كي ننتقل من صفحه لصفحه ما عندي حتى ايفي، ما عندي حتى حركه خاصه، هالك تكون صفحه واحده ومن بعد تولي صفحه واحده اخرى وتولي صفحه واحده اخرى. نقدر نبدل هذا الانتقال هذايا من صفحه الى صفحه ونزيد له اون ترانزيسيون، اون ترانزيسيون هي حركه خاصه اللي راح تصرى لي في الانتقال بين صفحه وصفحه واحده اخرى. نروح لونجلي ترانزيسيون هنايا الفوق، راني في لونجلي ترانزيسيون، راك تشوف هاد لابارتي هادي، هادو كامل حركات نقدر نستعملهم في الانتقال من صفحه الى صفحه اخرى.
مثلا واش نخير؟ نخير غالغي هذه مثلا، هكذا غير نعبزها راح يعطيني ان ابيرسيو، ولا يعطيني مثال على كيفاش راح تخرج لي هذه الحركه. هاي تخرج لي بهذه الطريقه. لو كان حاب هذه الحركه هذه ولا هذه لا ترانزيسيون نطبقها على كامل صفحات الملف تاعي، نعبز هذه القفله ابليكي بارتو، هذه في الانجلي ترانزيسيون، نعبز هذه القفله ابليكي بارتو، غير نعبزها راح يولي كل انتقال بين صفحه وصفحه واحده اخرى في هذا الملف يخرج لي بالطريقه اللي خيرتها هذه اللي هي غالغي. ولا دوكا كيفاش نشوف باللي خرجت لي هذه لا ترانزيسيون؟ نولي لونجلي ديابوراما اللي كنت فيه مقبل هذايا، ندير هذه ابارتير دو ديبي، نعبز القفله باش نشوف العرض تاعي كيفاش حيخرج. هاي ليك الصفحه الاولى عرض تقديمي، نعبز الفليشات على دروات يخرج لي برنامج العرض، نزيد نعبز خطره واحده اخرى يخرج لي الوورد، يخرج لي الاكسل، ومن بعد يخرج لي الباوربوينت، نعبز اي شاب باش نخرج. الا ما عجبتنيش هاد لا ترانزيسيون نقدر نبدلها، كاين بزاف انواع. نقدر مثلا نخير هذه بانوراميك هكذايا، ندير لها ابليكي بارتو كما مقبل، ومن بعد نروح لونجلي ديابوراما هذايا ندير ابارتيغ دو ديبي باش نشوف العرض تاعي كيفاش حيخرج لي. هاوليك عرض تقديمي، الصفحه الثانيه تطلع هكذا، الصفحة الثالثة تطلع هكذا، الصفحة الرابعة هكذا، الصفحة الخامسة هكذا. إذا أنت عندك الاختيار في هذا لونجلي هذايا اللي هو ترانزيسيون باش تخير حركة الانتقال من صفحة إلى صفحة أخرى في العرض تاعك تاع مايكروسوفت باوربوينت. ودوكا راح نشوفوا حاجة أخيرة في الدرس تاعنا تاع اليوم اللي هي كيفاش نغير ترتيب هاد الصفحات، ولا كيفاش نحذف صفحة، ولا كيفاش نكوبي صفحة، ولا ثاني كيفاش نخبي صفحة باش ما تبانش في العرض تاعي. مثلا حبيت نبدل ترتيب الصفحات في هذا العرض التقديمي تاعي، راك تشوف عندي هنا وورد اكسل باوربوينت، حبيت يجيني باغ اكزومبل باوربوينت ومن بعد وورد ومن بعد اكسل، واش ندير؟ نروح لهنا لاغوش هنايا وين كاين القائمه تاع الصفحات، نحكم صفحه تاع باوربوينت هذه نشدها بلاص ولي نجلسيها نجلسيها ونحطها اولا، تولي لي هي العنصر الاول في هذا التقديم. راك تشوف عندي دوك العنوان البرنامج ومن بعد باوربوينت وورد ومن بعد اكسل، نحب نحبط باوربوينت لتحتها كيف كيف نجلسيها نحبطها لتحتها، نحب نزيد نرجع لبلاصتها نجلسيها ونرجع لبلاصتها. اذا خوتي هذه هي الطريقه اللي نبدل فيها ترتيب الصفحات في مايكروسوفت باوربوينت. ودوكا باش ننسخ ولا باش نكوبي صفحه في مايكروسوفت باوربوينت واش ندير؟ ندير ان كليك دروا، هاي لك نسيليكسيون الصفحه تاعي نكليكي عليها بلا دروات، ومن بعد واش ندير؟ ندير دوبليكي لا ديابوزيتيف، هذه دوبليكي لا ديابوزيتيف، غير نعبزها راح تولي صفحه عندي زوج خطرات كما راك تشوف هنايا، خطره نسختها. دوكا مثلا باش نسوبريمي الصفحه هذه واش ندير؟ ندير ان كليك دروا، ندير هذه سوبريمي لا ديابوزيتيف، هذه سوبريمي لا ديابوزيتيف، غير نديرها راح نسوبريمي هذيك الصفحه هذيك اللي حبيت نسوبريميها في مايكروسوفت باوربوينت. عندي ثاني اوبسيون واحده اخرى اللي نقدر نخبي بها صفحه في مايكروسوفت باوربوينت، ها لك نزيد مثلا صفحه نوفال ديابوزيتيف، نزيد مثلا صفحه بيضاء هاي لك ما فيها والو، نزيدها بين الوورد والاكسل، هاي لك صفحه بيضاء نكتب فيها صفحه بيضاء انسيرسيون زون تكست باش نشوفوا على زون تكست كيفاش تمشي، نكتب صفحه بيضاء هذه ما حبيتهاش تبان باغ اكزومبل في العرض تاعي بصح انا نسحقها، هاي لك صفحه بيضاء اوكي اوكي راهي بين الوورد والاكسل، هاي لك وورد صفحه بيضاء ومن بعد اكسل. انا دوك هاد الصفحه باش ما تبانش في العرض تاعي، هاي لك باغ اكزومبل نروح للمود ديابوراما نطلع لفوق اني في ديابوراما ابارتيغ دو ديبي، هاي لك نشوف العرض تاعي يخرجوا لي كامل الصفحات بما فيها الصفحه البيضاء هذه، تخرج لي الصفحه البيضاء. انا كي نحب نشوفها انا ليا بصح ما تخرجليش في العرض واش ندير؟ ندير كليك دروا نكليكي عليها واش ندير؟ ندير ماسكي لا ديابوزيتيف، هذه ماسكي لا ديابوزيتيف، كي ندير لها ماسكي راك تشوف هنايا رقم 4 تاعها ولا مباري، واش معناتها؟ معناتها راهي مخبيه ما تخرجليش في العرض تاعي. هاليك نروح كيف كيف راني في لونجلي ديابوراما، نعبز ابارتير دو ديبي نشوف الصفحه تاعي كامل، واش راك تلاحظ؟ تلاحظ بلي الصفحه البيضاء هذيك ماشي تخرج لي في ملف العرض خطرش انايا ماسكيتها. كي نحب نعاود نبينها ندير ان كليك دروا نعاود نعبز هذه ماسكي لا ديابوزيتيف، هاي لك اربعه ما ولاتش مباريه، دوكا راح تولي تخرج لي في العرض التقديمي تاعي. اذا خاوتي هكذا نكون وصلنا الى نهايه الدرس تاعنا تاع اليوم اللي هو كيفيه انشاء عرض تقديمي في مايكروسوفت باوربوينت، واللي شفنا فيه لي زوبسيون الاساسيين باش واحد يقدر يدير اون بريزونطاسيون في مايكروسوفت باوربوينت. اللي عنده اي سؤال ولا استفسار يخليه لي في كومنت لتحت نجاوب عليه ان شاء الله. واللي مازال ما ابوناش في لاشين تاع يوتيوب يابوني، باسكو مازال ان شاء الله دروس واحد اخرين نتوسعوا فيهم ونتعمقوا فيهم في العروض التقديميه تاع مايكروسوفت باوربوينت. نتلاقاو في لابروشان فيديو ان شاء الله، والسلام عليكم.